اليوم من مركب محمد السادس بالمعمورات وحي مدينتي الرباط والسلاسة، هذا اليوم غادي يبقى تاريخي، وهو الإعلان الرسمي لتنظيم المغرب وإسبانيا والبرتغال لملف ثلاثي من ناحية التنظيم، كذلك ثلاث دول لأول مرة غتنظم كأس العالم على مستوى التظاهرات نتاع الفيفا، جوج قارات اللي هي القارة الأوروبية كذلك القارة الإفريقية، كذلك ما ننساوش على أن البلدان الثلاث عندهم عادات وتاريخ يعني كيشهد بها التاريخ، خاصة على العلاقات لا الدبلوماسية ولا التاريخية بين المغرب وإسبانيا والبرتغال. اليوم كيبان خلال التدخلات ديال رؤساء الاتحادات على أنه مازال لا شيء حسم لا بالنسبة للمباراة الافتتاحية ولا بالنسبة للمباراة النهائية، وبالتالي غادي تنبات مباشرة من يوم الغد لجنة تقنية اللي غادي تنكب على دراسة كل المباريات المبرمجة في الملف الثلاثي، ما عدا البرتغال اللي خرجت بتصريح رسمي على أنها عندها ثلاثة الملاعب فقط، وغادي يبقاو الملاعب الأخرى تنقسم ما بين المملكة المغربية والمملكة الإسبانية، وبالتالي الكل كيتمنى على أن هذه النسخة هذه تكون من أحسن النسخ اللي مرت عبر تاريخ كأس العالم، خاصة أنه لأول مرة تنظم بطريقة ثلاثية. كنظن أن اللحظة فارقة لأنه هي البداية انطلاقة الحقيقية ديال الترشيح المشترك بين البلدان الثلاثة للمغرب لإسبانيا للبرتغال، والكلمات اللي كانت خلال هذا الندوة الصحفية مهمة، لأن ما يجمعنا أكثر مما يفرقنا، كل ما هو حضاري أو تلاقح حضاري أهم من ما أوجه الاختلاف بين المغرب إسبانيا والبرتغال، كاين إمكانية لإنجاح كأس العالم وتكون الأكثر نجاح في تاريخ هذه التظاهرة اللي غد نحتفلوا بالذكرى المئوية ديالها سنة 2030، وأهم شيء أنه كل الاختلافات بخصوص موعد أو مكان المباراة النهائية لقاء الافتتاح وعدد المباريات سوف يدرس في لجان تقنية مختصة، والقرار غادي يكون في نهائي شهر يونيو أثناء تقديم الترشيح الرسمي لتنظيم كأس العالم 2030، وعبارة عن نوايا غادي تأشرها الإرادة الحكومية ديال البلدان بثلاثة، ولكن المخاطب ديال الفيفا هو الجامعات بثلاثة، هي المنطلق أو اللبنة الأولى لهذا الملف ديال الترشيح اللي غادي تعلن بشكل رسمي لتنظيم كأس العالم في أواخر 2024 في بانكوك في تايلاند. دونك اليوم يعني هناك ثاني اجتماع بين اللجنة المنظمة لمونديال 2030، الاجتماع الأول كان دار في الصبليون، اليوم الاجتماع الثاني في مركب محمد السادس لكرة القدم، تم التوقيع من خلاله على النوايا الحسنة، وهذه هي كما نقولوا اللبنة الأولى من أجل يعني إعداد الملف اللي غادي يتحط إن شاء الله في الملف ديجا كان موجود، ولكن يعني هذا الملف دابا غادي يتحط في بطريقة رسمية، يتحط يعني في النهاية ديال هذا الشهر هذا، وهذا المهم اللي يعني الفكرة اللي تم خضات في هذا الاجتماع هذا على الاجتماع هذا، هو أن هناك يعني توافق في وجهات النظر بين البلدان الثلاثة حول العمل جنبا إلى جنب لإنجاح يعني العرس الكروي الرياضي العالمي الذي ستحتضنه بلادنا إلى جانب إسبانيا والبرتغال في 2030. صحيح أن يعني الأطراف الثلاثة لم يقدموا أي توضيحات أو معلومات حول عدد الملاعب التي سيقدمها كل بلد أو المكان الذي ستجرى فيه المباراة النهائية، إلا أن يعني هذه الأمور سيتم كما قال يعني رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم وكذلك بيدرو روشا رئيس الفيدرالية الإسبانية، ستتم معالجة هذه الأمور في الاجتماعات يعني المقررة يعني المزمع تنظيمها من هنا إلى شهر يونيو المقبل من أجل وضع آخر لمسات على جميع الترتيبات لاحتضان المونديال، ولكن المهم اليوم هو أن هذه البلدان ثلاثة غادي يخدموا جنبا إلى جنب بدون أي حزازات بدون أي مناوشات، يخدموا جنبا إلى جنب لإنجاح هذا العرس الكروي، لأن هذا أول مرة هذه الكرة كأس العالم غادي تقام في قارتين ثلاث بلدان وقارتين، والأهم من هذا أنه سيجمع بين بين الدول اللي عندها ثقافات مختلفة ولكن بلدان اللي عندهم يعني إرث حضاري مشترك، وهذا هو الأهم، وهذا المونديال كما قال الرؤساء الثلاثة سيترك إرثا كرويا للأجيال القادمة، وهذا ما نتمناه. للمزيد من المعلومات ما تنسوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو سيت تي في.
هذا البرنامج قدم لكم من طرف كوتي سبور. كوتي سبور منتوج المغربية للألعاب والرياضة. MDGS نربح الرياضة.